قد يكونون كذلك، ولكن مجددا أنا لا أعلم إلى أي مدى ضربات إيران دقيقة. هم حقيقة لا يعرفون أين هم ضباط الاستخبارات الأمريكية، أو ليس الجنود الأمريكيين حقيقة يلبسون زيا أخضرا ضخما مع علم أمريكي. فلا أعتقد بأن إيران تعلم بالضبط أين هم الأمريكيون، بل أعتقد بأن إيران تطلق هجماتها مستهدفة مصالح الولايات المتحدة، وإذا استطاعوا أن يقتلوا أي أمريكيين فسوف يعتبرون ذلك انتصارا. في نفس الوقت فإن هدفهم داخل العراق هو دفع الولايات المتحدة إلى سحب كل قواتها من العراق. إيران حقيقة الآن تسيطر على لبنان وتسيطر على اليمن، وهي تسعى وفي حرب وصراع للسيطرة على العراق. هذه أهداف استراتيجية لإيران والتي لن تتغير بناء على مفاوضات الولايات المتحدة أو نوع مفاوضات الولايات المتحدة أو بناء على أي شيء تفعله الولايات المتحدة حاليا. فإما على الولايات المتحدة أن تستجيب بالتعاون مع حلفائها في الإقليم، وإما أن عليها أن تنسحب بالكامل. أنا أعتقد أنه للأسف بأن الإدارة الحالية سوف تجد طريقة للانسحاب الكامل من العراق ربما في المستقبل القريب بعد العودة إلى الاتفاقية النووية.